مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا، وحشتونا من الاسبوع اللي فات في مساء السعاده. الحقيقه النهارده عندنا فقرتين، الاتنين احلى من بعض، بس انا كالعاده بحب فقرات التجميل ومنتجات التجميل، فقررت انه انا ابدا بيها. خلونا نرحب مع الجميله اللي منورانا في مساء السعاده، استاذه كريستين، دايركتور في اوريفلام. اهلا منورانا يا بيكي، استاذه، اهلا بيكي. عامله ايه؟ بخير، اخبارك ايه؟ تمام. قولي لي بقى يا كريستين، انت بداتي ازاي؟ انا بدأت بالظبط في شهر 2 2017. تمام. كنت شغالة في شركة تسويق تانية خالص، والشهر اللي انا طلعت فيه من التوب في الشركة دي قررت ان انا ابتدي من الاول في شركة اوريفلام. مين اللي قالك عليها؟ يعني عرفتيها ازاي الأول؟ محدش قال لي عليها، بس انا بحلم كتير قوي وببقى حابة ان انا انجح في كل مجال ليا. فلما وصلت للنهاية في شركة تسويق التانية دي، لا انا عايزة اكتر اكتر من كده. طب اشرحي لي بقى مجال شغلك ايه؟ يعني بتعملي ايه في اوريفلام؟ اشرحي احنا لي. شغلنا كله ترويج لفكرة الشركة، ترويج. ترويج يعني هي التسويق عموما بيعتمد على 4 نقاط، اللي هو السعر، المنتج، التوزيع، الترويج. الشركة عندي بتقوم بالسعر والمنتج والتوزيع، هي اللي بتقوم بيه كله، لكن الترويج للمنتج او ترويج لفكرة الشركة نفسها ده انا كعضو مستقل في الشركة انا بقوم بيه. تمام. قولي لي بقى كده، التيم اللي معاكي عدده قد ايه؟ والتيم اللي تحتك بيشتغلوا ازاي؟ وانتي يعني ايه صفتك معاهم؟ بتعملي لهم ايه؟ التيم اللي معايا تقريبا 400 بنت 400، ما شاء الله تقريبا، كتير. بس ما اقدرش اقول ان ال400 شغال. في اللي اشترى حاجاته الشخصية وابتدى ان هو يقف، وفي اللي لسه مكمل معايا. معايا كذا قائد من البنات شاطرين جدا، في اللي دارس المنتجات، في اللي عارف ازاي يدخل اعضاء، فكل واحد ليه مجاله يقدر يمشي هما فيه. ايه تخصصهم؟ يعني بيعملوا ايه؟ يعني هما بيدخلوا اعضاء، ولا بيسوقوا للمنتج، ولا بيسوقوا لاسم الشركة؟ التلاتة تقريبا، التلاتة. يعني احنا بندخل اعضاء، بنسوق للمنتج، بنسوق لاسم الشركة. وال 400 دول، او يعني التيم بتاعك شغال كله معاكي في الشركة، ولا في ناس لان انا بسمع موضوع اوريفلام ده بيبقوا في ناس شغالة من البيت. هي اوريفلام عموما شغلها من البيت، هي الاساسي بتاعها من البيت. الاساسي من البيت، بس احنا كمركز او ان انا اخدت ترخيص للمركز من الشركة بيساعدني شوية ان انا ابتدي اكبر في شغلي. هما كام فرع اصلا في اوريفلام؟ الشركة ليها 4 فروع رئيسية في المعادي، مصر الجديدة، المهندسين، ايه في الفرع اسكندرية. الرئيسي ولا ال لا هما تقريبا مصر الجديدة هو الاساس انه وده جنبي اكبر واحد؟ الادارة. طبعا، يعني الناس اللي شغالة بيبقى اقل شغل ليها بيبقى في الفرع الاساسي، في الشغل في الناس اللي عاملة عضويات بتبقى من البيت. لا هو كله من البيت، بس احنا كفتحنا المركز ده يساعدنا في شغلنا جنب البيت، بس هو يعني هو كله من الاساسي البيت. كله من البيت. طب حضرتك بتشتغلي ايه بقى من البيت، ولا لازم بتروحي؟ لان انتي برضو دايركتور، يعني يعني الموضوع مختلف. هي الفكرة كلها ان انا بشتغل في الاتنين، بس عشان انا عايزة الاكتر فبنزل في المركز. بتنزلي هناك. انا كنت عرفت طبعا منك قبل الحلقة ان انتي كنتي مريضة كانسر تمام. وتعافيتي، يعني الف سلامة عليكي. قولي لي بقى، بدأتي ايه علاقة المرض بتاعك بان انتي بدأتي شغلك؟ يعني قولي لي جت ازاي، ودي امتى، وده امتى؟ هو المرض عندي ابتدى في سنة 2008، كنت حامل في ابني الكبير. طبعا المرض متعب جدا، بس العلاج طبعا. بتاعه مؤلم مليون مرة عن انا المرض بسمع ده. نفسه. طبعا، ربنا فلما يشفي كل المرضى يا رب السرطان يا رب، اللهم امين. يا رب، مع المرض والألم، وطبعا ان انا استقبلت كلام كتير محبط جدا من الدكاترة، كلام كان محبط؟ الدكاترة جدا بيقولوا كلام محبط دي حقيقة. ازاي؟ هو ممكن يكونوا بيقولوا بعفوية جدا، بس لكن هما بالنسبة لهم كبالنسبة اصلا ما لي انا بيتعاملوش بالمشاعر بتاعت، لان هما خلاص ده بيمر عليهم كتير. لكن بالنسبة للمريض نفسه بيبقى صعب. يعني لما دكتور كنت حامل في ابني الكبير، لما يقول لي انت شكري ربنا ان انت معاكي طفل دلوقتي، ان انت خلاص، يعني الكيماوي في الغالب بيجيب عقم. انا خدت 16 جرعة حول ولا كيماوي، قوة الا بالله. او يقول لي لو حتى لو جه طفل تاني فهيبقى مشوه، لكن هو كلام ربنا اقوى طبعا، بكتير ونعم من ده بالله. كله. انا معايا دلوقتي 4 اطفال. حبيبتي ما شاء الله ربنا يخليهم ميرسي. لك، جبتي الثلاثة التانيين بعد ما بعد تعافيتي من العلاج انتي تمام. بقالك قد ايه كنتي تعبانة؟ من انا امتى يعني؟ قعدت 2 سنين تقريبا بالعلاج طبعا بكله. ما كنتيش لسه اشتغلتي لا دايركتور لا، في بس هو اوريفلام. المرض نفسه غير الفكرة، المرض ازاي بقى؟ والألم بتاعه بيقوي الواحد. معقول؟ في ولا بيضعف؟ لا لا، في حاجات بتضعف وفي حاجات بتقوي قوي. طب خليني اقول لك انه ان انتي بتقولي انه بيقوي وبيديكي
طاقه ايجابيه. اكيد في حد كان بيدعمك، ما تيأسيش اشتغلي اجباري انجحي. مين بقى الشخص اللي كان بيدعمك ان انت تبقي بنفسيه احسن وتطلعي من اللي انت فيه بنجاح مش بفشل؟ هو في ناس كتير، بس اهمهم طبعا جوزي شريف عطيه، مهندس اي تي. انا في الغالب كل ماليش الشكر ليك يعني طبعا. مش مهندس طبعا، ان انت وقفت جنب مراتك، كل الشكر ليك، ربنا يخليكم لبعض يا رب. مرسي. هو مهندس اي تي، انا ماليش في التكنولوجيا، ماليش في اللغات عموما. فلما كنت احتاج منه حاجه ان هو يعملها لي، مثلا كمبيوتر او لابتوب او اي حاجه من دي، كان هو اللي بيعملها لي. ولغايه دلوقتي مش متضرر من فكره شغلك وانشغالك، لا لان لا في رجاله خالص كتير بتبقى خالص. كده انا بحاول ما شاء ان الله. انا ما اقصرش في البيت مع اولادي. ازاي بقى بتعمليها ازاي يعني؟ اعرفي برضو الناس كده ازاي تنجح في شغلها وبيتها، الموضوع بيبقى التوازن صعب، خلينا متفقين انه بيبقى صعب. صعب، مستحيل يكون زي الست اللي بتبقى قاعده في البيت ما بتشتغلش، صعب والست اللي اكيد مكبره دماغها من بيتها وبتشتغل. يعني اكيد. ازاي اعرف بس اللي اوزن هي بينهم؟ ما بتشتغلش، لو شافت الوقت الفراغ اللي عندها ومسكت ورقه وقلم وكتبت الساعه دي انا كنت قاعده فاضيه فيها، هتقدر ان هي تستثمر الساعه دي. يعني هي الفكره كلها، الواحد بيستثمر وقته الفاضي بتستثمر. وتنظيم وقت. طب قولي لي بقى، كلميني عن منتجات اوريفلام هي الاول. هي منتجات بتعمل ايه يعني؟ بتنزل لكل حاجه، شعر وبشره تجميل كل ميك اب حاجة، كل حاجه؟ كل حاجة حتى للأطفال، للرجال، بتنزل ايه ده؟ كل ايه حاجة للاطفال الاول؟ خلينا نبدا للأطفال. في بالاطفال. شامبوهات، في اسبريهات، حاجات بسيطة جدا من غير كحوليات للأطفال، في معجون سنان، في كل حاجة. والشامبو الاطفال ده من سن قد ايه يعني؟ اطفال بيبيز خالص ممكن؟ 3 سنين. من فترة كانوا بينزلوا الأطفال للرضع، بس حاليا المنتج ده مش متوفر في الشركة. ليه؟ على اي اساس المنتج ممكن يقف في الشركه؟ ده بسبب ايه يعني؟ فشل مثلا، فيدباك وحش عنه؟ لا لا خالص، لا ما لا. بيبقاش هو احنا بسبب كده عمرنا ما شفنا ان فيدباك في وحش. منتج في اوريفليم في حاجه مش حلوه، والله. عمرنا ما سمعناها. طب ايه اكبر اقبال على المنتجات وبتجيلك عليها فيدباك حلوه قوي هي للمنتجات؟ مجموعات النوفاج. مجموعات اسمها المجموعات ايه؟ دي نوفاج. نوفاج. دي عباره عن ايه؟ المجموعات دي روتين يومي، بيستخدم مثلا لفتره معينه ده بس، للبشره ولا للشعر؟ للبشره بس. من اول اسبوع الواحد بيلاقي نتيجه على طول. طب ودي ما فيهاش للشعر نوفاج ده؟ لا لا، هي للبشرة وفي للرجال، وبيبقى لكل واحد ليه سن معين اللي ياخد من المجموعة اول بتاعته. اسبوع من أول أسبوع بيلاقي النتيجة. بتلاقي نتيجة ازاي بقى يعني؟ إذا مثلا كان هي في بتلعب على ايه؟ التجاعيد ترطيب اللي في ولا شد؟ البشرة والترطيب، وإذا كان في كلف من الحمل، كل حاجة. ده زي مجموعة ولا هو كريم واحد نوفاج ده؟ دي مجموعة هي مجموعة. كريم ليل، كريم نهار، كريم العين، والسيرم والمنظف والتونر. طب ازاي اقدر يعني مثلا انا واحده دلوقتي عايزه اشتري المجموعه دي من اوريفلام، بس انا مش فاهمه اشتري ازاي ومش فاهمه استخدمهم ازاي، التخصص ده او اللي بيقول لي ده وبيفهمني ده، الشخص اللي عامل عضويه وانا بشتري منه ولا من الشركه ولا حضرتك؟ يعني مين اللي بيقدر يفهم الكلاينت ازاي يتعامل مع منتجات اوريفلام؟ اولا بيبقى في اكاديميه تدريب في الشركه بتعملها، ودي طبعا الشركه بتختص بيها. اكاديميه تدريب بس دول للسيلز يعني او للناس ما اللي عامله اي عضويه؟ حد بيعمل عضويه هو اللي بيشتري من الشركه. لا ثواني عشان بس الناس تبقى فاهمه، يعني انا دلوقتي شخص ما عايز اشتري، شفت مثلا واحده صاحبتي جايبه وات ايفر شامبو اوريفلام عجبني وانا عايزه اشتريه، انا لازم اروح اعمل عضويه علشان اشتري الشامبو ولا ممكن اشتريه من حد عامل عضويه؟ الافضل والمفروض اللي يحصل ان حضرتك تعملي عضويه في الشركه. عضويه لمجرد ان انا اشتري منتج؟ حتى لو منتج، على الاقل هيجي لك مضمون من الشركه لايدك على طول. تمام. طب يعني ايه بقى المواصفات او الشروط اللي الشخص يعمل بيها العضويه؟ يعني دلوقتي عايزه اعمل عضويه الاوريفلام، مفيش اي شروط، مفيش اي مؤهل. كل اللي بيطلب مننا ان صوره البطاقه اللي هو الرقم ال14، الرقم المكتوبين في البطاقه، والعنوان والتليفون، علشان طبعا الشركة تقدر تتواصل معاكي بيهم. خلونا طيب نشوف الصوره كده للتيم الجميل بتاع استاذه كريستين. انا واخواتي رحنا، جميله بجد، والناس هناك ذوق قوي وتعاملهم حلو قوي. ايمان رأفت، حلوه جدا جدا ورخيص جدا جدا بالنسبه للاسعار اللي بره ان شاء الله، اللي ناويه اعمله تاني يوم السبت ان شاء الله. امنيه، حلو الفيدباك. انا جربته وفرق فعلا، والبنات هناك كيوت قوي. الجلسة كانت حلوة قوي، حتى الكورسات المجانية اللي بيعملوها على هيئة ايفنت بستفاد منها قوي. إسراء، أنا عملتها حلوة وفرقت معايا، بس لسه فاضلي كذا جلسة عشان
يبان على وشي عشان عندي بقع اثار وحبوب. هم هي بتتكلم على ايه؟ ام ياسين، جلسات تنظيف جلسات البشره، جلسات تنظيف البشره بنعملها في المركز. بتعملوها في المركز؟ تمام. طب كلميني كده عن الجلسات دي، يعني ازاي يعني بعمل الجلسات إيه؟ دي بنعملها، هي المفروض تبقى منتجات بسيطه جدا علشان الشخص يعرف قد ايه المنتج بيفرق معاه من جلسه واحده. المنتج بيفرق من جلسه ازاي يعني؟ ممكن اكون داخله ايه وخارجه ايه؟ لا، بيبان في نضاره الوش. هو تنظيف، تنظيف بشرة حاجة بسيطة جدا، بس بيبان من غير إبرة، من غير أي أجهزة كهربائية، من غير أي حاجة. طب ده بيفرق عن التنظيف البشرة اللي ممكن أروح أي بيوتي صالون يعملهولي؟ إيه بقى الفرق؟ عشان الفرق ممكن إن احنا أي حد مش يسمعني بنلعب يقول طب ما في أنا ممكن أروح خلايا، سنتر أو بيوتي احنا صالون. مش بنلعب في خلايا البشرة، أنا بعمل كل حاجات طبيعية، أطلع الدهون وشوائب منها وبس. طب فهو هو ده تنظيف الفرق. البشرة بيعمل كده؟ لا بس مفيش إبر، يعني أنا مقدرش إن أنا أفتح المسام بإبر. هو ده غلط؟ طبعا تفتيح المسام طبعا، بإبرة غلط؟ طب هو تنظيف البشرة ده بجهاز يعني؟ في جهاز بيعمل جهاز كده في بخار أرفلام؟ بسيط جدا. جهاز بخار. والجلسة بتتعمل على قد ايه؟ في خلال ربع ساعة بكتير. في خلال ربع ساعة بالكتير. طيب خلينا بقى نرجع لموضوع العضوية. تمام. لو انا دلوقتي رايحة عايزة اشتري لنفسي فعملت عضوية، اوكي؟ طيب لو انا غيرت بعد تفكيري مثلا لقيت ان الموضوع عجبني وعايزة اشتغل بنفس العضوية ولا بعمل ايه بقى؟ لا لا، بنفس العضوية بروح لمين؟ طب باجي برجع لمين اقول له انا عايزة للليدر اشتغل؟ المسؤول عنك، للليدر اللي حضرتك عملتي معاه العضويه، هو اللي بيقدر يدربك ويفهمك ازاي وهو ممكن نمشي. الليدر اللي عمل معايا ده يكون شخص زيي عامل عضويه بس قبلي ففهم فدخلت الدنيا تحتيه. اكتر، ففهم الدنيا اكتر، فهمت. وده اللي احنا بنعمله حتى في المركز، ان احنا لازم نوضح قبل ما نعمل العضويه ايه الفرق بين ان انا اشتغل وبين ان انا اعمل عضويه واشتري منتجاتي الشخصيه. الاثنين فيهم ميزه، والاثنين مفهومش اي التزامات عليا، يعني انا مش ملزمه بحاجه للشركه، انا ده كله بعمله لنفسي ولاسمي وبس. طب قولي لي يعني انا عايزه اعرف برضو دلوقتي، انا دلوقتي عايزه اشتغل خلاص، ايه المفروض مطالب مني اكون عارفاه عن الشركه وعن المنتجات عشان اقدر اقول انا تمام وفاهمه وابدا يعني عشان برضو ما اقولش للناس معلومات غلط او ابدا ان انا بشتغل عشان ده ملوش قوانين غير البطاقه فاقول انا شغاله وانا اصلا مش عارفه اي حاجه وممكن ده يخليني ابوظ يعني سمعت منتجات اكتر لان انا مش فاهمه. ببقى عارفه ايه لازم اكون 1 2 3 ايه اللي عارفاه غير طبعا الاسعار؟ تمام. هو الافضل ان الواحد يكون مجرب المنتجات على نفسه علشان عشان يقدر يقدر يتكلم عن يتكلم تجربته عنها. الشخصيه. تمام. تاني حاجه، الواحد لازم يبقى دارس ازاي هو هيدخل اعضاء وعن طريق ايه. يدخل اعضاء وعن طريق ايه؟ يدخل بمعنى ايه اعضاء، الحته دي؟ يعني مثلا انا دلوقتي كريستين عايزه ابتدي شغل، لازم اسوق للفكره واسوق للمنتج بحيث ان الاشخاص التانيه يشتركوا معايا ويقدروا هم كمان يشتركوا منتجاتهم الشخصيه. كل ما جمع ناس تحتي، تحت الكود بتاعي، وان هم مشترين المنتج الشخصي بتاعهم، ده بيزود معايا البونص من الشركه بيزود معاكي البونص ان يعني انا انا اللي عملت الترويج. كل ما دخل ناس تحتي الاسامي دي بترجع لي انا في الشركه انه انا دخلتهم تمام. ما فانا انا كده معايا بعلى. كود، انا الشركه بعتالي كود وباسورد وابليكيشن انا بمشي عليه. فانا كده بعلى. طبعا والناس اللي تحتي برضو لما تشتغل مطالب انها تدخل ناس تحتها، هي الافضل. دنيا ماشيه كده، تحت في اللي تحت هي في اللي شجره تحت. جذر وليه فروع، كل ما اكبر الفروع بتاعتي كل ما البونص بتاعي يبقى احسن. طب كلميني بقى عن منتجات الميك اب في اوريفلام. منتجات الميك اب، قبل ما اتكلم على ان هو منتج تجميلي، فانا دايما اقول للناس ده منتج علاجي تجميلي. علاجي تجميلي علاجي بمعنى تجميلي ايه؟ بمعنى مثلا كريم الاساس اللي احنا بنستخدمه، في هو في البراندات بتاعت الميك اب هو بيبوظ طبعا البشره انما بيخلي تجميل تمام زي الفل. لكن في اورفلام بقى منتج علاجي تماما، ان هو اولا الفونديشن بيعالج في اوريفلام. ان اولا بيبقى فيه تركيبات ضد علامات تقدم العمر، تركيبات ضد علامات علامات تقدم تقدم العمر، العمر. فده طبعا معنى كده ان هو مش بيبوظ بشرتي طبعا او مش بيهلكها. طبعا. تاني حاجه، بيبقى في منتج عامل حمايه من الشمس، بتبتدي من 30 وتنزل لحد 8 على حسب المنتج اللي معايا، وده كله مشروح طبعا في الكتالوج بتاع الشركه. طيب قولي لي لو الكفرج بتاعته، لو في ناس مثلا عندها في وشها عيوب كتير الكفرج بتاعته عامله ازاي؟ لان انا دايما بعرف انه الفونديشن اللي بيكون علاجي شويه وتجميلي شويه النسب الكفرج بتاعته ما بتبقاش عاليه قوي، نسبته من قد ايه لقد ايه؟
من 8 ل 30. من 8 ل 30 برضه معقول على فكره، بالنسبه للناس اللي ممكن تكون بتشتغل تنزل لكل يوم جامعه كل يوم كده. وفي حاجات كتيره بتحمي البشره، يعني هو الشركه عموما او الكتالوج معانا قصدك تتحط قبل الفاونديشن زي ايه بقى حاجة. مثلا في زي طبعا في اللي هي البراندات، في حاجات الروتينات اللي احنا بنعملها للبشره دي بتحمي، حتى لو انا حطيت مكياج وكنت عامله الروتين اليومي بتاعي فده حامي من ال. طب مثلا الماسكارا معروفه في اي براند ميك اب حتى لو نظيف كترها بتوقع اللاشز. انا عايزه اعرف بقى في اوريفلام ايه بتطلع. لا هقول لحضرتك الماسكارا دي يعني من الحاجات اللي بحبها جدا في اوريفلام، كل مع اختلاف كل الناس بتحب تستغنى عن الماسكارا. تمام، بس هي الفكره ان الماسكارا بتاعت اوريفلام بتدي اللوك الطبيعي جدا، بمعنى يعني بتقل بسيط وبتدي الطول البسيط، لكن ما بتديش الكتل السوداء اللي احنا بنشوفها عموما بره. طب بتوقع اللاشز؟ لان هي فيها زيت الارجان اللي بيغذي الشعر. لا ده بصي بقى انا عايزه فوكس كده اكيد في ميك اب، انا لازم استغلك يعني عايزه فوكس كده في ميك اب واهتمي لي بموضوع الماسكارا ده جدا. طب الروج بقى والبلاشر كل ده طبيعي؟ ما فيهوش اي حاجه مضره لا نهائي؟ خالص خالص نهائي. كله علاج يعني انا ابقى بعمله وبحطه، لو هحطه حتى كل يوم وانا نازله مفيش اي مشكله. احنا عندنا منتج اسمه تندر كير، العلبه صغيره. اسمه ايه؟ تندر كير. تندر كير العبوه دي صغيره جدا جدا 15 مللي. دي عباره عن ايه؟ دي معموله من خلاصه العسل، دي لاي حاجه يعني. انا احنا تقريبا العلاج بتاعنا او الدكتور بتاعنا ان هي لو في حرق بسيط في الايد ده بيساعد على ايه ده بجد انا محروقه في ايدي وكنت عايزه اروح اعمل ليزر، معقول في لا حاجات لا بيساعد على يعني بيهدي من الالتهاب. اللون ولا الالتهابات؟ الالتهاب. في حاجات بتعالج الالوان طبعا وده كتير في الكتالوج. والله معاكي كتالوج لل معانا هناك. طب قولي لي بقى الناس اللي بتبقى شغاله اونلاين اعرف منين اللي هم الحاجات اللي هم بيبيعوها لنا مضروبه ولا فعلا حاجه اوريفلام؟ يعني في ناس كتير اكيد انت جالك فيدباك عن المواضيع دي. اكيد انا بنفسي بسمع. طبعا اوريفلام براند معروف وشركه طبعًا. معروفه طبعا، فكلنا عارفينها وكلنا نسمع عنها، فاكيد لو انت قاعده مع اصحابك كده جبت بتاع اوريفلام. انا بالنسبه لي في اي شادو كده لونه موف مصحح حواجب، يعني هو جايباه من اوريفلام. مش عايزه اقول لك انا بقالي اكتر من سنتين او ثلاثه بستخدمه، ما بحبش غيره. مهما استخدمت براندات انا ما بحبش غيره، وكل لما حد يشوفني يقول لي جايباه منين انا عايزه ده، فكل صحابي برضو معاهم نفس الموف بتاع اوريفلام ده. فبجد في حاجات معلمه مع الناس، فزي ما بنقول لبعض ودي تقولي دي على منتج حلو، اكيد اكيد مثلا حد سطف للاسف، حد ما عندوش ضمير بيبيع حد منتج مضروب كده، بتبقى الناس بتقول لك لا ده المنتج وحش ويبداوا ما بيتكلموش انه مضروب. هي للاسف بتتكلم ان المنتج ازاها او الشركه، ما هو محدش للاسف هيجي للأسف. ده يعني هي برضو الناس دي معذوره. فقولي للناس كده ازاي نقدر نفرق، ولا دي انا ما اقدرش اقول ازاي نفرق. هي حقيقه انا ما اقدرش اقول ازاي نفرق. ليه؟ يعني مثلا براندات الميك اب بيبقى مثلا في العلبه كده من ورا بيبقى مكتوب نمبر كود معين حاجه معينه. احنا في مره جالنا نعرف العلبه، احنا مره جالنا في المركز ان واحده جايبه فاونديشن بتاع ماركه من اوريفلام وعايزه اللون ده، فالمهم قعدنا ندور على الكود بتاعه ما لقيناهوش مكتوب، بس للاسف ده العبوه اللي من جوه، فاحنا ما نقدرش نقول ان العبوه دي اذا كانت معايا سليمه ولا لا. بس اللي اقدر اقوله علشان اضمن نفسي ان انا اجيب من الشركه على طول، ليه اجيب من حته انا مش ضمنها؟ ما نعمل عضويه واروح للشركه على طول، ده اضمن ان دي فكره الشركه اساسا. فكره الشركه ان انا اي حد عايز حاجه لا يعمل عضويه ويروح هو ياخدها من الشركه. احنا معانا صوره للتيم نختم بيها الحلقه. عايزين نشوف التيم الجميل كده مع استاذه كريستين، صوره معروضه على الشاشه دلوقتي. دول ناس من التيم معاكي صح؟ تمام. ومعانا استاذه هبه واستاذ عمرو، دول من الشركه مديرين المبيعات في الصوره. منورين كلهم، هما لابسين شورت اخضر. صوره جميله، ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح. ميرسي جدا. وتوعدينا ان انت تجي لنا تاني المره الجايه وتوعدي جايبه لي الماسكارا معاكي اكيد. وارقام التواصل لأستاذة كريستين لو حد عايز يستشيرها في أي حاجة أو يسألها على أي حاجة في منتجات أوريفلام، الأرقام معروضة على الشاشة. نطلع فاصل واستنونا مخلصناش.